مساء الخير. انتقلت كاميرتنا إلى موقع تصوير مسلسل دموع الأفاعي، والتقينا من خلاله بمجموعة من الفنانين وعلى رأسهم دنجوان دراما الكويتية الفنان حسين المنصور اللي عودنا على أناقته وطلالته المميزة في المسلسلات. مسلسل دموع الأفاعي من تأليف خليفة الفلشاوي ومن إخراج نهلة الفهد، وعلى رأس نجوم العمل دنجوان للدراما الفنان حسين المنصور. والله شوف، مو شرط اني اكون دنجوان في مسلسلات انا طلعت فيها، مو دنجوان ترينبا وعقال، وهذا مثل اللي مع اختي العزيزه سعاد عبد الله من احسن الادوار اللي مثلتها. يعني انا الصراحه يعرفوني الجماعه اني ما قليل ما اقرا النص، بس اني اقتنع بالمنتج واقتنع بالمخرج. اللي عجبني بالدور انه دور من زمان ما سويته، الشرير الشرير بس الشرير حبوب اللي في شيء من الكوميديا. دموع الأفاعي شخصية عبد الله، دور للحين الدور الكوميدي الولد الشيطان هذا، في أحداث ما بيحرقها، إن شاء الله تشوفون المسلسل ويعجبكم إن شاء الله. قاسم دموع التماسيح، بس دموع التماسيح حق البنات، دموع الأفاعي حق الكل. ريايل وحريم. بعد ما عرفنا الفرق بين دموع التماسيح ودموع الأفاعي، نبي نعرف سبب ارتباط اسم المخرجة نهلة الفهد بالإبداع. والله إذا اسمي ارتبط بالإبداع هذا شيء صراحة يفرحني، لأن أنا شخصيا أحب أن أعمالي ما تشبه غيري، أعمال غيري، فيمكن هذه يمكن هذا هو السبب. يبدو أن هناك أسباب أخرى لهذا النجاح داخل اللوكيشن. كلوكيشن إحنا أسرة واحدة ما شاء الله، ومتحابين ومتعاونين، وما عندنا هذا صغير وهذا كبير، وعندنا مخرجة مبدعة ما شاء الله. طبعا المخرجة الإماراتية نهلة الفهد صراحة تعطي الممثل الثقة، تعطي الأريحية. أنا سعيدة أول شيء أنهم عندهم فكرة منو نهلة الفهد، وفي فنانين أول مرة أتعامل معاهم عندهم احترام وتقدير لرؤية المخرج. المخرج شو اللي يبغي، متعاونين معايا. ها نهلة اقتنعتي ما اقتنعتي، نعيد. يعني ممكن تقترح عليها شيء او تبدي رايك بشغله وتسمع الكلام، تقتنع او ما تقتنع هذا الشيء راد لها هي. في بعض المخرجين يقول لك انا اعرف شغلي، لا تي سيد العمل، هذا مقوله ما ايش سيد العمل، على شنو سيد العمل يا اخي، الدنيا اخذ وعطى. وعن راي الفنان حسين المنصور بظاهره الفنانه الفاشينيستا قال: مو بس فنانات، حتى في بعض الفنانين على أساس أنهم فاشينيستا على قولتهم، أعرف إيش وما شنو، يقول لك أجرى أكثر منك. لا والله ما أقبل. تدري إيش اللي خلى بعد يسوون كذي أغلب الفنانات؟ أغلب الفنانات أنا أقول لك هذا السناب شات والإعلانات اللي يسوون، يعني ما والله ما صار لها 5 سنين أو 6 سنين، وأول ما جات مثل ما يقولون قمرة مقصوعة. الحين لا شكو تخيط على كيف، تقول لك انا هيك وحده فنانه سمعتها عطلتنا ما ادري شنو، تبي تشتغلون مع اخرتنا انزين الحين تشتغلون ولا شلون، نروح ونأجل ولا شلون تبي. انا ترى ادش محل اقول 3 كلمات واصور شغله كذي اخذ لي 3-4 آلاف دينار، تطلع من هالمحل ادش باليوم 4-5-10 آلاف دينار، طلع ايش تبي تسوي بالفن هذا يا يبي عشان الشهره فقط لا غير. وانا مالي خلاف، اسال اول وتالي صغير وكبير، مالي خلاف مع صغير وكبير، اسال كلهم اخوان وكلهم ربع وزملائي وزميلاتي. ولما سالنا الفنان عبد العزيز النصار عن سبب احتكار الفنان حسن البلام له قال: انا مرتاح مع حسن البلام، يعني مرتاح من كل النواحي، ماديه نفسيه بالتعامل كل شيء، فانا ليش اروح اجازف مكان ثاني وما ادري اذا بنجح، وانا اتوقع اكيد بنجح دام قاعد اشتغل مع طارق علي او حتى لو عزيز مسلم، بس انا مرتاح ببيتي، ليش اروح بيت جيراننا؟ انا مرتاح ببيتي والناس حابتني ببيتي. اما في الجانب الاخر من اللوكيشن، لاحظنا انشغال الفنانات بالسوشيال ميديا، وقدر يشاركهم عبد الله بهذه اللحظه. انا وايد صدق عبد الله وايد استمتعت معاكم بالغدير، كان عجيب. هلا يبدو ان هالكلام لم يعجب زهره اللي كان لها راي اخر، وهني انطلقت الشراره الاولى. تعرضت لنا انتوا بعد ترضون ما راح تطلع خلاص. لا بدت المشكلة في لقاء سابق للفنانة زهرة عرفات مع عبد الله، طرحنا من خلاله سؤال منطقي كان انعكاس لتساؤلات بالوسط الفني، لكن رأي الفنانة زهرة كان مختلف، ومن باب الشفافية والمصداقية صار واجب علينا عرض التصريح كامل بدون مونتاج. في بعض اللي ينتقدون زهرة عرفات، يقولون زهرة ما تصدق على طول أي واحد يكلمها، يعرض عليها دور
رايك بضحكتي؟ يعني بقول لك شيء وقلته قبل، خلي الناس يعني عندي قناعة من 2016 و2017 زادت القناعة هذه، أن من حد أي أحد يقول أي شيء، ومن حد أنا أسوي اللي أنا أبي، سواء صحافة سواء الناس سواء شنو ما كان، لأنك إذا ما اشتغلت أنت وقفت بروحك، وأنت تعرف هالشيء. وقفت بروحي لأن ما بأكر نفسي، قالوا إيه صارت مو مطلوبة في السوق، طاح سوقها، وهذا الشيء مو صحيح. ويكون معروض عليه أكثر من 10 أعمال من داخل الكويت ومن الإمارات ومن البحرين ومن السعودية، والحمد لله ما في موسم ما نعرض عليها القدر، والحمد لله الحمد لله. إذا جتني أعمال لما أشتغل 3 يكون معروض علي 10، وما أشتغل بس علشان الفلوس ولا علشان التواجد، لأن أنا ممكن كلمة أنت كصحفي تكتبها وتقول زهرة كررت نفسها، هاي تقتلني أنا كفنانة. فلو حصل إن شاء الله 5 أعمال وكل واحد مختلف وحمسني إني أشتغل أشتغل، يقولون لي يقولون. هذا كان التصريح اللي أشعل المشكلة، والاحترامنا وتقديرنا للفنانة زهرة عرفات، ولحرصنا على المهنية وحق الرد، أصرينا أنها ترد وتوضح موقفها. من لا شيء، من بنت طالعة من قرية، اسم مو معروف، أنا جيت هني الكويت ما كان عندي ربع دينار بالشهور، وأنا أشتغل ربع دينار ما كان في جيبي، وعندي عيال وعندي بيت وعندي سيارة إيجار وعندي 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 وعندي. لأي واحد فاضي ما عنده سالفة غير إنه يحقد على الناس ويحبط الناس، أنا أعتبر اللي سويته نجاح. لما قلت من حق أي أحد يقول اللي أبيه ومن حقي أنا أسوي اللي أنا أبيه، ما كان قصده على السؤال اللي انطرح واللي أصلاً افتراضي وما صار عندكم. أنا أتكلم بالعموم، أنت من حقك تقول اللي تبي. هل أنا مضطرة أني أنا أسمع كلامك؟ إذا كان يفيدني بسمعه، إذا ما يفيدني لا، أنا عايشة حياتي. أنا أتكلم بمقياس تسويق محطات، بناس ياخذون دور أول، ناس ياخذون بطولة، ناس ينكتب اسمها فلان والفلاني في بطولة كذا. ما قاعدة أمسح تاريخ، وقلتها لك مرة، إذا جت أي فنانة بحرينية بالمطلق وتي تشتغل معي عمل، طبعا مو إنتاجها، وينحط اسمها قبلي، أنا أتراجع عن كلامي. أنا أتكلم أن اسمي الحين صار الأول في البحرين. وبكذي وضحت الفنانة زهرة رايها، إلا أن بعض التحفظ لا زال طاغي على الفنانة هند البلوشي لما سألناها عن ظاهرة الفاشينيستا. يعني أنا أعرف شنو أنت تبي تقول، وأعرف شنو تبي تطيحني فيه بالإجابة، بس خلني أقول لك شيء. لا طبعا هذه ظاهرة للأسف سلبية ومن زمان على فكرة، مو توا، مو بس الفاشينيستات، في كثير كثير. شوف التكنولوجيا أثرت على كل شيء في المجتمع، داخل محيطنا، علاقاتنا الشخصية القريبة قبل البعيدة، بالواتساب أصبح على أمي ولا أبوي، هذا شيء كنت أشوفه قدامي، بالزوارة زوارة وكل من ماسك تليفونه، صار ظاهرة لوسنا، يعني ما عاد في كثير من العادات والتقاليد اندثرت. أما الفنانة غدير السبتي فلا زالت متمسكة برأيها عن الفاشينيستا. بس أنا ما تكلمت بشينة، أنا أحترم الكل وأقدر الكل، أنا تكلمت عن كل واحد وشنو اختصاصه، كل إنسان ولا اختصاص في الحياة، فلا لا يتعدى على اختصاص الثاني. بس والله عد اللي بيعاديني خلي عاديني، واللي ما يبيعاديني على عيني وعلى راسي. على الرغم من أن أغلب الفنانين يخرجون عن إطار الشخصية بعد انتهاء التصوير، إلا أن البعض يبقى متقمص الشخصية. أنا أتكلم عن نفسي، ما أدري إذا هذا الشيء يحصل مع زميلاتي أو زملائي، إنه هو يقدر يفصل والنماط، أكيد أنا أتوقع أكيد مستحيلنا، مستحيل باخذ الشخصية معي في البيت وأعيش معها. بس أنا أقول لك هي تظل في، على قولتهم عرفت الشظايا مالت النار، يظل موجود. أمس كان في مشهد ماستر وأنا بالسيارة قاعدة أعيده بيني وبين نفسي، لو قايلة هالجملة كانت أحلى، لو والله العظيم على الفراش قاعدة أعيد المشهد، إزاي تبين نامي. أخيي تكرار الأدوار نفسها، يعني نوعية الأدوار نفسها، هني الرزق حق الفنان، خصوصا لما يكون ورا بعض، هني يبين هو فنان ولا مو فنان. أستاذ أدري عندنا تصوير، بس أستاذ لا تعدل الكادر، لا تعدل الكادر. شكرا، مشكور أخوي على اللقاء الطيب. أستاذ زهرة تفضلي، عندنا تصوير تأخرنا.